السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. ونبدا معكم باول حاجه مع الهميزات ديال بيم. شوفوا معايا هاد الطنجرات هادو غزالين تقال، وشوفوا الغطاء ديالها كيفاش تيجي هكذا في دوك التقيبات، يعني ملي كتبقى هكذا تخرج البخار. زوينه زوينه، لاكايته ديالها رائعه. كاين هاد الطنجرات حتى همايا بالغطاء ديالهم ديال الزاج، هادو حتى همايا تقال، شوفوا معايا ديال الجرانيت حتى هما تيبانوا هكذا زوينين. بالنسبه للعبار ديالها هذه واقيلا فيها 26 سنتيم، وثقيله حتى هي ثقيله، كتبان زوينه في لا كاليتي. ومازال عندهم لي كونتيتي هكذا ديسپونبل، وعندهم حتى هاد العصاره، هاد الطحانه ديال العصير زوينه، يعني الميزه ديالها تهزوها فين ما مشيتو كطحنوا فيها، ورائع رائع. وفي هذاك فيها داك البريز ديالها، شوفوا الموس ديالها كيفاش كيجي على هذا الشكل. وفيها حتى داك الكويس، يعني كطحنوا وكتشربوا فيها بحال هكذا. شوفوا الكويس تبارك الله راه كيهز حتى هوايا، صراحه عجباتني. هانتوما شوفوا البلاصه منين كتشارجيوها، يعني براتيك، كل شيء واجد فيها فين ما مشيتو كتهزوها معاكم. كاين اللي كيبغي هكذا لي فخوي طحنهم يكونوا هكذا شي حاجه فخيش، يعني في البلاصه كطحنوا وكتشربوا فيها، شي حاجه رائعه. وهذه هي البطونه اللي كتشوفوا معايا اللي كتخدم منها، براتيك زوينه. انا عجبتني هاد الطحانه ديال العصير. عندهم حتى هاد ليمول هادو، شوفوا معايا كيفاش تيجيو هكذا في الابيض، يعني المول كيجي بالغطاء ديالها. وهذاك الغطاء ممكن تستعملوه هكذا اناء تحطوا فيه حتى هو. شوفوا هاد المول تبارك الله راه تيهز، وهاد غطا يعني تغطيو به المول، وفي نفس الوقت راه كتخدموا به هكذا اناء ولا طبيصيل. زوينين زوينين حتى همايا، وفي لاكاليتي كيبانوا شي حاجه رائعه. عندهم حتى هاد الكيسان هادو، شوفوا هاد الباك هذا فيه جوج ديال اللوينات كيف غادي تشوفوا، الغوز وهاد الفيغ بيستاش، كيكونوا هكا ستة الكبيسات. شوفوا يجيو هكذا الماء العصير هكذا، اللي كيبغي يدير سلطه فخوي يعني تيبانوا حيت غاديين شويه في الغرق، يعني كتعطي واحد المنظر زوين. كاين هاد الطبيصلات هادو زوينين حتى همايا، شوفوا راه فيهم اللوينات وفيهم الطايات. بالنسبه لهاد الاله ديال البخار تاع الوجه حتى هي اللي بغاها، راه باقا متوفره، يعني صراحه شفت شحال من محل ديال بيم ولقيتها باقا عندهم متوفره. شوفوا معايا عندهم بحال هاد بحال شكل ديال الطواجين، هذا راه غارق ثقيل ثقيل ثقيل، عرفتي رائع والله الا هذا غزال. طيبوا فيه يعني، وممكن تحطوه لانه صراحه في الديكور زوين، تحطوه هكا في الوسط ديال الطبيله وتبقاو هكذا تحطوا منه في هكا في الطبيصلات اللي على جنب، غزالين. وكاين حتى هاد ليمول هادو، شوفوا هادو راهم طوالين زوين حتى هوايا، دخلوا هكذا الفران رائع. وبالنسبه للمارك هذه راه ديال الاسبان كيف كتشوفوا، والعبار في 26 في 19 سنتيم مويان، يعني راه تيهز. هاد الطويجنات هادو راه باقين حتى هما في موجودين، يعني شحال من محل ديال بيم باقي عندهم. شفتوا كيجي من التحت بالاسود، والغطا ديالو هكذا في الاحمر. وكاين حتى واحد ليمول انا صورتهم لكم، هادو فيهم 2.6 لتر. وبالنسبه للعبارات راه مصورين غير شوفوا في الصوره، هادو كيمشيو نفس لو ستيل ديال هذاك الطويجين اللي شفنا دابا طوالين. وبالنسبه هكذا لهاد لي تروس هادو راه فنين، يعني هاد لا مارك الا لقيتوها غير خذوها لوليداتكم، يعني الناس خداوهم تيقول لك صبني وعاودي صدقوا زوينين تبارك الله. وفيهم جوج ديال اللوينات هاد لي تروس. كاين هاد المحافظ هادو حتى هما لا كاليتي ديالهم كيبانوا رائعين، شوفوا معايا يعني ما كبارش هكذا الوليدات الصغار، زوينين لا كاليتي كيبيت لكم روعه. كاين هاد الموديل هذا زوينين، فيهم دوك المود فيهم دوك الرسوم ديال بيبا بيغ، صرا الوليدات كيعجبوهم كيمشيو بهاد الموزوني، يعني اللي كتبدل بحال هكا، يعني في كل اتجاه كتطلعوا الموزونه كيتبدل ليها دوك لي موتيف اللي كاينين. صراحه هادو زوينين زوينين حتى همايا، والوليدات الصغار كيعجبوهم، يعني هاد الموزونات ملي كتبقى كتبدل الصوره كتعجبهم. هاد لي كارطابل هادو حتى همايا رائعين، راه باقيين ديسپونبل. هادو كيمشيو ديال لي غولات ولا هكذا بالرويد، كيمشيو بلا تخوس ديالهم. وهادو راهم كبار يعني تبارك الله، راه كيهزو يعني الوليدات في لا مويان في لا غروند سيكسيون في سي بي.